راه باقي نحنا في الصلب الموضوع وكنظن كاملين من زوايا مختلفه كنتقاسموا هذا الحس الحقوقي. راه القضيه راه زعما راه ما نقدروش نتخيلوا شي حقوقي غادي يجي ويبدا يدافع بالاعتقال، خصو يكون كلكو سولك. واخا تكون القضيه اللي هزه نبيل، بغيت نقول لك زعما كون كانت الفرصه حقيقه نتكلموا حتى مع الناس اللي كيقولوا راهم ضحايا. وفي هذا الموضوع راه نتفاهموا، راه عندنا ضحايا متنوع، راه عندنا ناس اخرين ضحايا، الناس اللي كيهزوا القضايا ديال النساء وكيقولوا كندافع على النساء اللي تعرضوا للعنف. فعندنا عفاف برناني كتقول انا ظلمت، كتقول انا راه حيت ما سايرش واحد الراي انا راه تحكم عليا بست شهور ولم يستمع الي. عندنا امل هواري وعندنا سيدات اخرين في رمضان اللي بحال هذا مشاو بزاز للمحكمه وهما طرف مدني مشهود ما حتى حاجه، يعني كلامهم لا انا شي حاضر له انا تبعته كحقوقي. غنكمل 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 غنسمع الله يخليكم يا نسمعوا بارك الله فيك. واسمع واش قاصدك تسمع ولا لا؟ واش قاصدك ندير خليك كنعاودو نقولو كنعيطو للجهه اللي غادي تفيد المحاكمه وغتعطي ادله وغادي تنور الحقيقه. الطرف المدني راه طالب الفلوس، كاين اللي جا طالب 100 مليون، كاين طالب 100. هادشي علاش المسطره الجنائيه اللي كنتحجوا بها عفاتو من اداء اليمين؟ ما كيكونش شاهد، كلامه فيه مصلحه، ما الا ما عندوش اللي يثبتو راه ما عنده قيمه. وبالتالي كنقولوا علاش غادي تجيب شي واحد يجي صحه للمحكمه، جيبو ودير له قوه عموميه وفيها شحال. امل هواري ملي دارت الشهاده ديالها في المحكمه خلاف المتوقع اعتقلت في المحكمه، اعتقلت في القابو ديال المحكمه، وجات الحراسه النظريه وراجلها تابعها. راه كاينين ضحايا اخريات. واحد السيده الله يخليك بارك علينا من هالشيء هذا، عفاكم يا ما واسمعوا واسمعوا، هادو ماشي ضحايا بالنسبه لكم، ضحايا هما الاخرين، ضحايا هما الاخرين. راه ما عمرنا شفنا شي ضحايا في المغرب، راه ما عمرنا شفنا شي ضحايا في المغرب، المحاميين ديالهم كيخدموا ليل ونهار، راه ما عمرنا شفناهم ويتبعوا في الاخر اللي يجوا حتى لباريس. لا ما هذا الشيء اللي كديروا دابا، ما كتخليوناش نكملوا، خديتوا الكلمه وانا بغيت نرد.